أهلا بكم من جديد في فقرة كتاب الأسبوع. هذا الأسبوع نتعرف على قرصان اقتصادي أدلى باعترافات مهمة للكاتب جون بوركنز، شارحا مبدأ القرصنة الاقتصادية والوسيلة التي يستخدمها لدراسة تأثير استثمار مليارات الدولارات في بلد ما وكيف يدمر هذه البلد. أحمد قرقش يحمل هذه التفاصيل. كتاب اعترافات قرصان اقتصادي لجون بيركنز الذي يوضح فيه كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت اقتصاد بلاد العالم حتى تبقى تحت سيطرتها، ويقول إن هذه الحكاية يجب أن تروى، فنحن نعيش في زمن أزمات رهيبة. لمعرفة كيف وصلنا إلى ما نحن عليه ولماذا نواجه حاليا أزمات يبدو تخطيها صعبا، ويضيف أنه لأول مرة في التاريخ هناك أمة وحيدة لديها القدرة والمال والقوة لتغيير العالم، إنها الولايات المتحدة الأمريكية. من هم قراصنة الاقتصاد؟ إنهم رجال محترفون ذو أجور عالية، عملهم هو أن يسلبوا بالغش والخداع ملايين الدولارات من دول عديدة في سائر أنحاء العالم. يأخذون المال من البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها من مؤسسات المساعدة الأجنبية ليصبوه في صناديق الشركات الكبرى وجيوب العائلات الثرية التي تسيطر على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية من خلال فبركة التقارير المالية وتزوير الانتخابات والرشوة والابتزاز والجنس والقتل. الوسيلة التي يستخدمها قرصان الاقتصاد هي نماذج التنبؤ التي يستعان بها لدراسة تأثير استثمار مليارات الدولارات في بلد ما على النمو الاقتصادي المتوقع لسنوات قادمة لتقويم المشروعات المقترحة. فنمو الناتج الإجمالي القومي قد يكون نتيجة استفادة أقلية من المواطنين النخبة على حساب الأغلبية، بحيث يزداد الثري ثراء ويزداد الفقير فقرا. ورغم ذلك فإنه من الناحية الإحصائية البحتة يعتبر تقدما اقتصاديا، ورفاهية وثراء هذه النخبة ترتبط بالتبعية طويلة المدى للولايات المتحدة. ويقول بيركنز أن الولايات المتحدة تنفق أكثر من 87 مليار دولار لتقود حربا في العراق، بينما تقدر الأمم المتحدة بأن أقل من نصف هذا المبلغ يمكنه تأمين المياه النظيفة والتغذية الكافية والخدمات الصحية والتعليم الأساسي لكل إنسان على وجه الأرض. ثم نتساءل، لماذا يهاجمنا الإرهابيون؟ يكشف بيركنز أن مديونية العالم الثالث وصلت إلى 2.5 تريليون دولار، وأن خدمة هذه الديون بلغت 375 مليار دولار سنويا خلال عام 2004، وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث على الصحة والتعليم، ويمثل 20 ضعفا لما تقدمه سنويا الدول المتقدمة من مساعدات خارجية. يقول بيركنز في نهاية كتابه إن قدرة الولايات المتحدة على طبع الدولارات تمنحها قوة هائلة تستطيع معها الاستمرار في تقديم القروض التي لن ترد أبدا، وأيضا تتراكم عليها الديون للآخرين. وما دام العالم يقبل الدولار عملة نقدية عالمية، فإن هذه الديون الزائدة عن الحد لن تمثل عقبة كبيرة للكوربقراطية قرصنة الاقتصاد. ولكن إذا استطاعت عملة نقدية أخرى أن تحل محل الدولار، وإذا طالب بعض دائني أمريكا مثل اليابان والصين بتحصيل ما لهم من ديون، فإن الموقف سيتغير بشكل كارثي.